جميعا مرحبا بكم. عندي مدة كبيرة ما حضرتش فيديوهات، سامحوني على الغيبة هذه الكل. عندي فيديو قاعد نخدم فيها، عندي أكثر من شهر قاعد نعمل في فازة جديدة وكل إن شاء الله يعجبكم. وفيديو هذه قاعد دور كده على انستغرام ونعمل في ستوريات وكل إن شاء الله فيديو اليوم يعجبكم. بون فيزيوناج. جميعا باش نكتشفوا اليوم بعضنا كوالالمبور عاصمة ماليزيا. شعب قدم على روحه بالرسمي تونس بالرسمي عرفت مسيره الى الهلال. بالنسبة لي على الطيارة اللي جيت بها من توصل هونغ كونغ سكان في قطار قطرين ليبيين يا دوما معناتها آسيويين في مقر الصيف إير آسيا الطيارة. الكوتي بوليتيك نتاع ماليزيا رايضة على الاخر وهيني على الاخر كفاز الكل ما عرفهمش كيف نحن اخويا برشا غرب ونبيع وكل نظامهم ملكي عندهم برلمان يقضي الامور كل اما نظامهم ملكي الملك نتاعو حسب الديكسيونير نتاعي اسمه ميزون الزين العابدين. السوشي بنينة على الأخر عكس المانجا اللي مش المانجا تكل الغلة متاح ما ديك معاك مني جمع عما بنينة مش نرمال. على ذكر المانجا التي هذيك الغلة هذيك والله لا نعرف اسمها ذقت منها راهي ماشي حلوة جملة لازمك تقول له يحط لك فيها السكر ولا حكيه اما هي مش حلوة جملة وهي خمسة فلوس مع 3000 واش والله ما ذقت انا وكا ما عاودش نذوقها بعيد يا غدر اولا ما عادش تعجبني ثانيا مش باش نبقى. سوريين هنا لبس عليهم سوريا والرسمي شخص كان مشي لسوريا قبل الحرب. قبل الماليزيا موني انا فهمتني مانيش مراجع دروسي ديجا حسب الديكسيونير بتاعي الاقتصاد نتاعها ما تطالع على الاخر ديجا معناتها انه مثلا الاقتصاد العالم معناتها تطور تاع الاقتصاد نتاعهم اقوى من التطور نتاع هونغ كونغ. كيما نقول هونغ كونغ متطوره اما مستقره فهمت مستقره في التطور ماليزيا معناتها متوسطه وقاعده تطلع بسيفه كبيره فهمت ديجا برشا نتاعها هذه حاسه حبقه تبني القناطر تاع ميكرويت موجودين وقاعدين يبنيو في برشا مطار مزيان معناتها بلاد ما يخصها شيء. لماذا نحن هنا؟ سؤال صعب يراودني. ماكلتهم بنينة على الأخر ورخيصة خليت كرافية عندها روز بالكرافية بالفرويد مير بالمجال اليوم والظهر شوية بلدتها برشا